بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والذي خلقكم ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
في الحميم ثم في النار يسجرون ثم كذلك يضل الله الكافرين الأنعام لتركبوا
سنة الله
الله
الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.